مشاهدينا الكرام، أعزائنا الرياضيين، محبي الكرة البرتغالية، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج نبض الرياضة. في عدد اليوم نسعد باستضافة الكوتش المدرب الخلوق فايد بلال، مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة. مرحبا بك سيدي. أهلا بك أخي العزيز. سيد فايد بلال، أنت المدرب الجديد القديم للمنتخب الوطني لكرة السلة، كنت لاعب في فريق أروقة الجزائر، نصر حسين داي ومولودية الجزائر لكرة السلة طبعا، والمنتخب الوطني كذلك لكرة السلة. أعطينا نبذة، سنعود بك قليلا إلى الوراء، أعطينا نبذة تاريخية عن مسيرتك كلاعب. على كل حال، المسيرة تاعي كانت عندي الأخ الأكبر الكبير عليا، هو اللي كان رياضي قبلي في كرة السلة، اللي كان في أول آونة كان في الرامة زمان، ومن بعد هذا نفس الفريق، هذا الرامة تاع المرادية اللي صار ولا اسمه تابع للأروقة الجزائرية، للآن خلاص هذا الفريق ما بقاش يعني راح ديسو. ومن بعد لعبت سنتين في ملاحة حسين داي، ومن بعد كملت المشوار تاعي في مولودية العاصمة. وفي نفس الوقت بطبيعة الحال كنت في المنتخب، انا عملت كل لي كلاس تاعي في المنتخب من المينيم وانا في المنتخب، يعني كنت شاطر فيها صافا لاباس. دونك لعبت 9 سنوات في المنتخب اكابر، من بعد كملت اللعب في 1997 وين بديت مع الاولاد الصغار، يعني لي بنجامان سنه وسنه مع ليكادي، ومن بعد خديت في 99 خديت الاكابر مولوديه في الاول، ومن بعد اللي صار تبدل الاسم تاعها رجعت مجمع البترولي. جيد، ندخل مباشره في صلب الموضوع. بعد تجربة خارج الوطن سنعود إليها بعد قليل بالتفصيل، عدت إلى أرض الوطن، عينت من طرف الفيدرالية الجزائرية لكرة السلة كمدرب للفريق الوطني. كيف وجدت بيت أسرة كرة السلة الجزائرية؟ على كل حال صح، أنا الحين عندي خبرة في المنتخب، لأنه هذه المرة الرابعة نرجع على رأس الفريق الوطني. يعني شفت تذبذبات، يعني كان عندي فريق كبير، ومن بعد يعني في الرياضة دائما كاين هذا التذبذب، ولكن يعني الحلول كاينة في الحقيقة. كاين مشاكل، كاين المستوى انخفض كثير، ولكن في أول تربص يعني اليوم جيتوني بعد التربص الاول اللي راح يصير اللي صار هنا في الجزائر العاصمه، ورايحين من بعد يعني نكملوه في الخارج، وين يكون فري تيست. يعني فري تيست هو لي ماتش، المقابلات هما اللي تيست تاع اللاعبين هذوما، لانه كاين لاعبين جدد. هذا هو سيد فايد بلال. دعنا نتحدث عن التربص القصير اللي دام 5 ايام هنا في الطوالي، وحدثنا ايضا عن تربص تركيا. شوف، على كل هذا التربص الاول فيه، باش نقول لك انا متفائل 100%، نكذب عليك، لانه فريق جديد، عقليه جديده، ولكن يعني متفائل من جانب الرغبه تاع هاد اللاعبين. انك يكون فيها رغبه يعني يكون 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 حاجه جايه ان شاء الله، لانه نخاف ما تكونش الرغبه. بالرغبه رايح ننتصر ان شاء الله، ونزيد في المستوى، ونطلعوا المستوى تاع الفريق ان شاء الله والكره السله هذه. حضرنا معك جانب من تربص المنتخب الوطني، شفنا العناصر جديده، يعني تشكيله شابه، جددت تشكيله نوعا ما على غرار باقي السنوات الماضيه. على كل حال، لانه حنايا الهدف تاعنا هو ان شاء الله راح يكون في 2021. الفريق اللي كان بدا ياخذ في العمر وبدا يكبر، نظن انه في سنتين كما قلت انا في اول اونة معك انت بالضبط، قلت انه الفريق من 21
عندنا اللاعبين اللي راح يكونوا، لانه ماشي هذا الفريق ضمنه يكون فيه يبقاو منه الى 50%، لانه كاين لاعبين اللي مازال ما التحقوش بالفريق، وان شاء الله في المستقبل يكونوا حاضرين ان شاء الله. سيد فايد بلال، أبنت عند احترافيه يعني في التعامل مع البرنامج المسطر من طرفك؟ قبل أن نأخذ في حيثيات البرنامج، فيه فرق يعني فرق عريقة، في مشي غير في كرة السلة، في كرة القدم مثلا، لما تبقى للمنافسة 3 أشهر يقوموا بالتحضير، أنت عندك منافسة في 2021 وراك تحضر لها منذ الآن. لأنه لازم يكون هذا الشيء، كاين تستر على المدى البعيد اللي هو 4 سنوات وأكثر، ولا المتوسط احنا رانا مسطرين الا على المدى المتوسط، لانه سنتين الا متوسط. وكما قلت صح، كاين حتى شفت في بلدان وين انا كنت مدرب هناك اقل من 3 شهور يبداو يحضروا في هذاك المنتخب، لانه كل واحد كيفاش يشوف النظره تاعو. انا في واحد الصحفي طرح عليا واحد السؤال في المغرب، انه وشنو هو الفرق بين كرة السلة الجزائرية والمغربية؟ انا جاوبته في الجزائر يعطيو الأهمية للفرق الوطنية، انتم تعطيو الأهمية اكثر للبطولة، البطولة الفرق. وانا نظن انه احنا رانا في الطريق الصحيح. الطريق الصواب. سيد فايد بلال، سوف تشاركون في تونس شهر جوان المقبل في الدورة التصفوية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستجرى في مالي، كيف تنظرون إلى ذلك؟ احنا كل حال هذه الدورة هذه تجاوزناها خلاص، ما نحش نشاركوا فيها، لأنه أولا بعد الخلل وبعد المشاكل اللي صارت في الفيدرالية، راكم عارفين انه مشى رئيس القديم وجاء هذا جديد، البطوله توقفت يعني. باش نقول لك هذا التربص هذا تاع 5 ايام، كاين لاعبين عندهم ممكن انه شهر ما بلا تدريب، يعني انتهت البطوله وانتهت الكاس عليهم، يعني لي احترافي او كان يدرب، لي ماشي احترافي كان شهر هو متوقف ويجيك يعني ماشي في المستوى المطلوب. حتى البطولة هذا العام تلعبت على شكل كأس، خيروا ربع فرق اللي كانوا في المستوى مليح ولا كانت في مقدمة الترتيب وتلعبت على شكل كأس، يعني لنظر لضيق الوقت طبعا. هي لازم يلقاو حل، وهذا الحل المناسب اللي لقاوه باش يعني يكملوا البطولة ويكملوا الكأس، لأنه هذا المشكل هادو راح كان قادرين يعني يلغيو كل شيء، ولكن المشكل اللي راح يكون العام الجاي، لانه العام الجاي كيفاش تعمل البرمجه تاع لي ماتش بلا ما يكون عندك كيفاش الكلاسمون، ومن بعد لازم يكون باطل ويكون اللي ياخذ الكاس اللي مثل الجزائر في الخارج. كاين امور اللي لازم تكون يعني نضل داروا حل اللي كان موالم. سيد فايد بلال، مقارنه لابد منها، انت قدت الفريق الوطني لمونديال 2002، مونديال الولايات المتحده الامريكيه، وحدثنا قليلا عن مونديال الولايات المتحده الامريكيه، والان جيت يعني الفرق بين كره السله انا ذاك وكره السله اللي وجدتها حاليا. على كل حال شوف، انا نعطيك غير في شلتك في السؤال، لا لانه صعيب نتكلم على الامر هذايا. انا كي عاودت رجعت، كي جيت اول مره في 2001 جيت انا عاودت رجعت عملت العكس اللي عملته الان. انا كي جيت في هذاك الاوينه عاودت استرجعت اللاعبين القدامى ونحيت شويه اللاعبين الشباب، لانه ما كانش عندي فريق باش نلعب، انا نلعب بطوله افريقيه، وما كانش عندي ديك الوقت، كان عندي 6 شهور. تحوس على الخبره كي. انا خديت خبره، خديت احسن لاعبين في البطوله هذاك الاوينه هذاك، حتى ولو كانوا لاعبين يعني هذو اللاعبين تاع الخبره والقدماء، يعني صعب انك في الانضباط ومنه، ولكن انا ما خفتش من هذاك الجانب.
وخاصة أن كنت صغير، أنا كان في عمري 35 سنة، كانوا لاعبين في المنتخب أكبر مني. أنا جيت للمنتخب كلاعب لقيتهم لاعبين، من بعد أنا كملت ورجعت للمدرب وهم ما زالهم في المنتخب. يعني طيب باش نعطيك نظرة والحمد لله قدرنا أنه مشينا لعبنا النهائي بطولة إفريقية اللي خلتنا نتأهل البطولة العالمية. ونظن أنه هذيك الخبرة هذيك كانت هي اللي خلتنا مشينا عليه، لأنه هذو اللاعبين كانوا ما كانوش يخافوا من أنغولا ولا لاعبين صح. الآن هذو اللاعبين الجدد تاعنا وهذه السنوات الأخيرة يعني يشوفوا في الفرق كما في فريق التونسي ولا فريق الأنغولي ك ك ك ك كلاعبين دي ستار. ما تقدرش تلعب مع واحد تشوفه ستار وتلعب معاه بجدية، فهمتني كيف؟ يعني جاي من الأول عنده نقص في هذا الجانب. هذا سيد فايد بلال، لديك مشروع أكاديمي، يعني حتى رك تحتك مع الطلبة تاع المعهد العالي لإطارات الرياضة، حدثنا عن هذا المشروع بالتفصيل. يعني شوف، الأول إن شاء الله الشهر الجاي هذا رايح نحاولوا أنه نجمع كل التكنيسيان هادوما ونديروا نتفاهموا على كما يقولوا فيدروت اللي هي واش به ناخذوا الطوبسي تاع الفريق الكرة السلة الجزائرية. أنا عندي أفكار تاعي، أنا نطرحها على كل التكنيسيان الزملاء، ومن بعد هما يزيدوا ولا نقصوا، ما كان حتى مشكل، ولكن لازم نخرجوا بأون فوي دو روت اللي باش راح تخلينا نمشيو في الطريق الصحيح. وكل لي تكنيسيان هادو ما يكونوا كما يقولوا يزادار لهذا البرنامج هذا، لانه درناه مع بعض، ونمشيو ان شاء الله في هذاك الطريق. ومن بعد كي نتفاهموا على الطريقة هذيك اللي الطريقة اللي راح نمشيو عليها باش نسلكوا هاد الكرة السلة الجزائرية، لأنه نزل المستوى كثير، نعاودوا نمشيو في المنتخب، وعندنا أفكار حتى في الفرق. في المنتخب أنا طرحت عليهم أنه نكون على رأس حتى أوساز هادوما اللي أقل من 16 سنة وأقل من 18 سنة، يعني راح نشرف عليهم مع المدربين تاعهم باش نمشيو في طريق واحد، ماشي واحد مدرب تاع اقل من 16 سنه يخدم وحده، اقل من 18 سنه يخدم وحده، والمدرب يخدم وحده. يعني انا مدابيا اللي يطلع من اقل من 18 سنه يطلع ليا ديجا عارف واش راني ندير انا، يعني كي حتى يدخل مع اللاعبين كبار عليه عارف واش راهم يعملوا. والجانب هذا تاع كما قلت السؤال تاعك تاع الياستياس هذا الجامعه، حقيقه واش النقائص تاعنا؟ هذوما لي ستوديون عندهم اخر سنه يديروا مذكره تخرج. احنا نقترحوا عليهم في المذكره التخرج يعملوا لنا دي ريشيرش على كل واحد واش نعطيو له الاحتياجات تاعنا، لانه واحد يروح يدير ميموار ويديروا اللي احنا مش نحتاجوه، ماذا بيا يكون فيه التكامل بيناتنا. وخلاص بديت يعني تكلمت مع مدير الجامعه وحتى المسؤول تاع الستوديون هادوما، وان شاء الله يعني البرنامج راح يصير في هذا الاتجاه ان شاء الله. انت فعلا انت مدرب اكاديمي، وحتى الخبره تاعك اللي كنت شرفت على عده انديه خارج الوطن، هل توظفها لفئه الاكابر ام تركز على الفئه الشبانيه بالدرجه الاولى؟ على كل حال شوف، احنا دوك راح نشرف على اقل من 16 وحتى نطلعوا لفوق، لانه الحين لازم نفكروا حتى في لا فورماسيون، لانه لا فورماسيون كي احنا ماناش نفورمي كي تلحق المستوى تاعنا، يعني يكون اللاعب بيان فورمي احنا يسهل علينا المأمورية. لانه علاش احنا نخدموا لا فورم،
خدموا لا فورم اون فيها ما ننساوش انه كاين لي ديتاي لي في الداخل اللي لازم, ولكن ما ننزلش حتى لا فورماسيون لتحت. لا فورماسيون لازم لها تفكير اخر ان شاء الله. ايه مثلا انشاء اكاديميات, لانه الفئات الصغرى هي خزان تاع الفئات الكبرى وحتى خزان تاع الفريق الوطني. الكحه الفيدراليه راهي يتفكر في هذه الامور, خاصه وانه هذه الاونه الاخيره راهم المدربين راهم يعملوا بريمي دوغري دوزيام دوغري في الحين هذه المره اللي هذا في يوم من هذا راهم المدربين يعملوا في التروزيام دوغري, وين انا مشيت عندهم وحضرت معهم حصه تاع كانوا يقراو, وعملت معهم تدخل صغير طفيف. طلبوا مني ان نعمل لهم تدخل ريلاسيون اونترينور اونتريني, حضرت معهم 10 دقائق ومشيت. كان عندي تدريب تاع المنتخب. سيد مدرب الوطني, باه نخرج من هذه النقطه, مشي حتى في كرة السلة في كل الرياضات, يعني مشي مهتمين بالفئة الصغرى, يعني مركزين غير على الفئة الكبرى. لما يعود ذلك ولا؟ الكحل ما يمكنش. شوف أنا نعطيك نظرة خاطفة هكذا, لأنه أنا عندي ولاد صغار اللي راهم يمارسوا هذه الرياضة. عندي ولد عنده 15 سنه وعندي واحد 12 سنه. الله يبارك بالتوفيق. الله يسلمك. في 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 فريق يو اس بي بير خادم اخر اونه, انا الولد الصغير تاعي راهو الحين راهو في في في, في طنجه, راحوا يلعبوا هذوما اندر 12, يعني اقل من 12 سنه. هذا هو اللي خصنا حنايا. ان حنايا لو سمحت, في الفريق تاعه ولا في الفريق الوطني؟ راهو في الفريق تاعه. الفريق تاعه نعم, حصل لهم قدروا يمشي. وحتى احنا يا الاباء رانا قاد يعني متحدين مع هذا في الفريق هدايا, وعاوننا وبعثنا اولادنا يمشي ويشوفوا امور اخرى. فهاد بار اكزومبل هذه الدوره هذه فيها زوج فرق إسبانية, فريق فرنسي, فريق من المغرب, وفريق جزائري. يعني هذا الولد هذا يبدا يحب هذه الرياضه ويشوف امور ويشوف حياته. من بعد كيعاود يرجع, حنايا دوك هذا الولاد وعلى راس هذا الفريق راهم متكفلين بهذا الولاد الصغار, يعني راهم في طريق صحيح. ولو كان كامل يعني يفكروا بهذه الطريقه ما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا سيد فهد بلال. نعود الى التجربه تاعك كمدرب محترف خارج الوطن, وانت المدرب الطموح, بديت بفريق دبي الاماراتي, مضيت مع عقد مده سنتين, كيف كانت التجربه؟ لكل حال هي في 2019 صار هذايا. انا من قبل خدمت في الفريق اخرى كفريق لبناني وفريق مغربيه. تجربة في الخارج, يعني لكرة السلة رياضيا ماشي على الجانب المادي, يعني حاجة خارقة للعادة للمدرب. ونحن نتحدث عن الإمكانيات وعن توفير شروط العمل للمدرب وباش يشوف, لأنه على كل حال كي يمشي يخرج برا يعني ما ممكن أنه يكون إمكانيات كبار كما يكونوا إمكانيات في يروح فريق ويصير له مشاكل. لا, انا في المغرب كاين فرق وين مشيت وصاروا لي مشاكل ماديه على حساب اللاعبين, ولكن هذا هو يعني انا واش قلت لهم كيما دخلت في هادو هاد لي زيتيديون تاع 3 دوغري تاع كره السله. قلت لهم المدرب لازم يتجنب يقول لا الكرة السلة لازم لها هذه الامكانيات, ولكن كي ما يكونش عندك الامكانيات هذوك ما لازمش تفشل, لازم تخدم بهذوك المشاكل وتصيب الحلول. هذا هو المدرب يعني اللي متمكن والفاشل لازم تلقى حلول في المشاكل هذوك. نروح حتى الفريق, مشيت حتى لمدينه او دوله لبنان,
وانا كانت لي تجربه، انا مشيت لهذه المدينه، هذه المدينه الجميله جدا، حدثنا عنها باسهاب. اول حاجه اللي نتكلم لك عليها في لبنان هي الرياضه الاولى في لبنان كره السله. يعني قلت له روح تمشي وتخدم في بلاد وين كره هذيك الرياضه اول رياضه في البلاد، يعني عندها اهميه كبيره 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 جدا. لاعب كره سله في لبنان سيتون ستار، يعني ديجا اصلا التعامل مع اللاعب اللبناني ماهوش كيما تتعامل مع اللاعب الجزائري ولا المصري ولا المغربي، لانه هذاك سيتون ستار. تشوف امور اللي يعني ومن هذه هي التجربه وهذه الخبره اللي واحد يقدر اللي كنت نتكلم لك عليها كي تخرج البلدان الخارج. وكشفت في بلاد لبنان، يعني بلاد جميله جدا ومتحضره، والناس اللبنانيين متحضرين. لكن حنا مانيش نقول مانيش متحضرين، حنا متحضرين. راك تشوف غير الشبان تاعنا عطاونا درس في هذا الجانب هذا. اكيد. ما هي المدن التي زرتها في لبنان؟ هي لبنان اصلا هي صغيره 222 كيلومتر. وعندي وانا كان عندي الحظ انه انا كنت في زحله، هذا الفريق اسمه انيبال زحله، هو على 45 40 كيلومتر على بيروت. وعندي كان عندي الحظ انه عندي اخت عايشه في لبنان في طرابلس لبنان، يعني ما كنت مرتاح هناك انا. سيد فايد بلال، انت المدرب طموح، يعني كي رحت لدبي الاماراتي ولا لبنان، لكن لما مشيت للمغرب حسيناك شغل عدت بسرعه وشغل ما عجبكش الحال هناك، ام ولا لبيت الواجب الوطني، يعني كما استدعوك الفريق الوطني تخلص. لا انا لبيت لانه كنت مرتاح ومرتاح بزاف في طنجه كمسؤولين ولا لا بروف، يعني وليدي مع الفريق بالخدم راهو في طنجه، لانه استدعاونا عطاو هذو الفريق تاعي اللي كنت عنده العام اللي فات. وكان بقات لي سنه معاهم تاع الكونترا ديالي، وتفاهمت معاهم، قلت لهم المنتخب ما كانش فيه حلول اخرى الا انه ما ترددش. حتى الرئيس هو زميلي، يعني حتى هو ما ترددش وبقى حتى اخر الاونه، حتى بديت اول تربص وقال يعني خلاص الحين، يعني خلاص ما فيش، راك مشيت العام الجاي ماكش حتكون معنا. قلت له المهم ليومنا هذا ما نكونش معكم، وطلبت منهم المعذرة. وهذا هو كوتش، حتى نخرج من دائرة التجربة الاحترافية خارج الوطن، لو نعمل حوصلة السلة اللبنانية والسلة الإماراتية والسلة المغربية وصولا إلى السلة الجزائرية، مقارنة هكذا. كحل أنا وين لقيت يعني راحتي وخدمت ويعني لحقت الأهداف تاعي في الجزائر وفي المغرب. لأنه ما تنساش أنه أنا في المغرب لعبت ثلاث نهائيات، خسارة خسرتهم ثلاثة واحدة بنقطة، ولكن لعبت ضد فريق بطل إفريقيا هو فريق سالة، اللي كان هو يعني في المغرب هو أقوى فريق. وكان لي الشرف انه اخر فاينل معاهم ضدهم، يعني خسرت بفرق كبير، ولكن كي كنت في فريق 2009 2010 في فريق الماس، اللي هذا فريق كبير وعريق جدا في المغرب، لانه زوج مرات بطل افريقيا هذا الفريق هذا، وين يعني شكلت مشاكل كبار لهذا الفريق سالة، اللي حتى هذا العام هذايا العام اللي فات كان بطل افريقيا، وهذا العام وصيف بطل افريقيا، يعني عليها اللي هذا الاونه هذه كره السله المغربيه راهي في المستوى. علاش؟ لانه فريق هذا سالة عطى لهم دافع كبير للمنتخب، لانه قريب نفس الفريق هو اللي يكون فريق المنتخب المغربي.
وعليها اللي هذا هو كيكون فريق كبير ويعني يسيطر على البطولة ويكون في المستوى راح يكون بفائدة للمنتخب، وإذا كان العكس راح يكون ضد الفريق، ضد الفريق يعني العكس ينخفض المستوى المنتخب. إلى هنا نأتي إلى نهاية المرحلة الأولى من برنامج نبض الرياضة، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، تحية مجددة في الجزء الثاني من برنامج نبض الرياضة. دائما مع هذا الحوار الشيق مع الكوتش المدرب الخلوق فايد بلال. فايد بلال، دعنا نتحدث بصراحة قليلا. فرق مثلا، فرق كثيرة تشتكي عدم الإمكانيات، هي ليست كباقي الفرق، مثلا فرق الجزائر العميقة، هي ليست كفريق مثلا المجمع البترولي الذي ينال الاهتمام من الناحية المادية وحتى من الناحية المعنوية. حقيقة كاين فيها يعني فرق بين الفرق، ولكن انا من زمان نقول يعني ان شاء الله الفرق اللي ما عندهاش امكانيات هي تطلع تنال الامكانيات وتطلع للفرق هادو. ولكن كما تكلمت على الفريق المغربي هو سالا، اللي هو نفس الشيء في الـ في الـ في المغرب، ولكن امور ما هيش نفس اللي دوني في سالا. هو فريق يعني كبير وكبير جدا، باش نقول لك يعني الحق يكون بطل افريقيا ووصيف بطل افريقيا، يعني راهو في مستوى عالي، واللي خلاهم يعني يمد هذاك الزياده هذيك والقوه للفريق الوطني المغربي، اللي حتى هو ولا يحسبوا له ألف حساب. ان شاء الله الفريق المجمع يعمل نفس يعني المردود اللي راح يمدوا الفريق كأحسن فريق، ويعطي هذا الشيء هذا للمنتخب ان شاء الله. هذا اللي نحتاجه حنايا وننتظره. حتى في مقابلات المباريات البطولة، مثلا في مقابلة الكأس أو في مقابلة البطولة، كان لي حديث مع رئيس الفريق الميلية، قال لي أعطوني الإمكانيات اللي راهي تمنح إلى فريق المجمع البترولي على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، يعني نفعل نفعل يعني نروح بعيد بالفريق هذا. أنا خدمت بزاف مع كمدرب في المولودية، واللي صارت من بعدها ولات هي المجمع. أنا من 99 وأنا على رأس هذا الفريق، يعني نمشي للخارج ونعود نرجع، لأنه أنا كنت الحين أنا متقاعد من شركة سوناطراك، يعني كي كنت نخدم في سوناطراك كان ما عنديش الفريق اخر نقدر نشتغل فيه في الجزائر الا المجمع. ولكن نعرف مليح هذا الفريق ونعرف كيفاه، عنده كما يقول هذا الرئيس انه كان يعطيو له هذه الامكانيات، وهذا يعني يدير فريق كبير ممكن. ولكن ما تنساش انه فريق يكون كبير عنده مشاكل أخرى تانية. إذا ما عندوش مشاكل من الجانب المادي، عنده مشاكل أخرى، مشاكل انضباط، مشاكل هذا. يعني فريق باش يكون في المستوى العالي لازم يكون دقيق، ويعني ما يكونش عنده مشاكل من كل الجوانب، حتى الجانب يعني المعيشي تاع اللاعب، وحتى برا قاعة الرياضة. يعني إذا بغينا يعني الرياضة تمشي وتمشي بخطوات يعني جيدة، لازم كل الجوانب يعني يكون في القمة. كوش، دعنا نستمر على هذا المنوال.
ما هو الفرق بين اللاعب كرة السلة الجزائري واللاعب كرة السلة الأجنبي أو حتى أشقائنا جيراننا؟ وكيف وماذا ينقص اللاعب الجزائري حتى يكون لاعب محترف أو يصل إلى نفس المستوى اللي وصلوا له أشقائنا العرب وحتى الأوروبيين؟ شوف، هي على كل حال قضية عقلية كما أنا الآن كما راني في هذه الآونة هذه في التجديد، لازم نفكر جيد في هذا الأمر هذا. علاش؟ لأنه راح إذا ناخد فريق شاب ناخد له المثال اللي راح ياخده هذا الشاب هذا اللاعب يعني القديم اللي يكون خالق أول حاجة. لهذا هادوما اللاعبين اللي اخترتهم لأن نعرفهم كلهم هادو اللاعبين القدماء، وأول شيء اللي تكلمت أنا معاهم وهما أنت يا كلاعب قديم أعرف واش تعطي كنظرة كإيماج كصورة، لأنه كاين لاعبين شبان يوم حين يشوفوك أنت كقدوة وياخذوا من عندك أشياء كثيرة، وأعطي لهم نظرة جميلة باش ياخذوا الا الحاجه يعني حتى الحق. وين نقول لهم لازم ترد بالك في لي جاستيفي تاعك، رد بالك قدام الاولاد هذوما صغار، ان شاء الله انت تمشي وهما يعطيوا هذيك النظره لواحد اخرين. هذا هو الاهم الان باش نقدروا نتجاوز هذه المشاكل اللي راهي فيها الكرة السلة الجزائرية. يكونوا اللاعبين الناشئين يكونوا خير خلف لخير سلف. هذا هو. بما أنك أكاديمي، دعنا نذهب إلى أمور تقنية نوعا ما. في قانون كرة السلة اللاعب لما يعمل 5 تجاوزات يطرد مباشرة من اللقاء ويستبدل بلاعب آخر من نفس الفريق. هل فيه تقنيات جديدة حدثت في تغييرات أو تعديلات في قوانين السلة الجزائرية؟ كل حال هذا باقي هي في اللي رقلومه وحاجة ما تبدلت. الآن المدرب لازم يعرف كيفاش يختار اللاعبين تاعو وشكون لأنه ما لازمش يدير 10 ولا 12 لاعب، لازم يفكر كما تقول عنده لاعب راح يخرج يفكر حتى في هذه التبديلات هذوما، خاصة تبديلات يعني كاين أمور وين من هضرت على 5 أخطاء، ولكن كاين وين الحاكم بعد ما يعمل اللاعب أمر غير رياضي يطرد من أول آونة، ويعني هنا وين يقدر يكون المشاكل، خاصة أنه عليها ليكون اللاعب ليكون يقدر يلعب في أكثر من كما يقولوا بوست دو جو، يعني يقدر يلعب كجناح يقدر يلعب كمحوري. هادوما اللاعبين اللي المدربين يحتاجوهم، لأنه يقدر في بلا ما يعمل تغيير يعمل تغيير، ولكن هو جوزو من ان بوست ان اوتر كي تري امبورطون. ظهرت الكثير من الالعاب المشتقه عن رياضه كره السله تلعب بطريقه غير رسميه طبعا في الاحياء والمجمعات السكنيه، هل عندك فكره ولا اعطينا؟ اكيد عندك فكره، اعطينا مجمل يعني بمزيد من التفصيل في هذه. لكل احنا قعدت واحد العام يعني عندها 10 سنوات ولا كانت الفيدرالية تشجع كثير هذه الرياضة اللي كان يقولوا لها ستريت بول. هي ما تكلفش امور يعني اموال مادية كثيرة، يعني في حي يعملوا له زوج سلات واللاعبين يلعبوا هذه الرياضة، و راح تعطي فائدة للرياضة تاعنا، لأنه كما هذا يسقيلو ستريت بول. ستريت بول شفت في البلدان اللي يحبوا هذه الرياضة يلعبوا كتير ستريت بول، و في واحد الوقت كي كانت الرياضة ما نعرف الرياضة تاعنا كانت عندها أهمية كتير كبيرة للولاد صغار، ولكن هذه الآونة الأخيرة
راه نقصت حتى لي ليسونسي يعني لي باسكيت ما عندناش، نقصت بزاف ولينا في 7000 الوغ كنا واقيل عندها 10 سنوات كنا 15000. يعني نقصت وياك قد ما يكونوا لي ليسونسي قد ما يبانوا لك المواهب. وكاين رياضه اخرى اللي هي داروها جديده اللي هي تروا كونت تروا اللي اول مره انا شفتها ما كانت بطوله عالميه، شفتها في ابو ظبي، وين هي على كل حال شيقه جدا. احنا عندنا بداوا في الجزائر انه يفكروا فيها، وين عندنا هذه الاونه هذه عندنا في الكابفير ان شاء الله راح تكون دوره هناك، وهي مهمه لنا. علاش؟ لانه هي جديده، يعني نقدر وهي دخلت في الاولمبياد، يعني في الاولمبياد الجايه راح يكون فيه 3 كونت 3 هذه ولات رياضه رسميه بعد ما كانت موازيه ولات رسميه عليها. اللي لو كان ناخذوا بعين الاعتبار هذه الرياضه ممكن تكون احسن من عندها حدود اكثر من 5-5 باش يمشيوا بطوله عالميه ولا باش يمشيوا بطوله الاولمبيه، لانه الفرق والبلدان مازال ما عطاوهاش اهميه. يعني لو كان حنايا نسرعوا شويه وناخذوا بهذه الرياضه ونعطيوها اهميتها ان شاء الله راح تكون لبالا تكون تمثلنا في هذه الدورات الكبرى هذه، وتطبق عليها نفس القوانين تاع 5-5. يعني كرة سلة على كل إن هما برك يلعبوا في نصف الميدان، ما عندهمش ميدان كله لأنه هما يلعبوا 3-3 وعندهم واحد برك اللي أن رومبلاسون، ولكن فيه جهد كبير، فيه جهد. هذه الرياضة تطلب جهد كبير، يعني بدن يكون متحضر، اللاعب يكون بدنيا متحضر جيدا. في بعض البلدان تعد رياضة كرة السلة الأكثر شعبية وتستقطب قاعدة جماهيرية كبيرة، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية. اللي حضر اللي يعني احنا في 2002 اللي حصلنا شرف ولعبنا ضد الفريق الأمريكي في المباراة الأولى خسرنا حقيقة. الناس لازم تفكر انه لعبنا ضد عمالقة كرة السلة وين سجلوا علينا 110، وحنا نظن انه اكشفت في كرة السلة الامريكية 110 دائما يلحقوا 110 120 130، دونك حنا ما نستحوش من هذا الفارق. ولكن ما ننساوش انه قدرنا نسجلوا عليهم 60 نقطة اللي ضد يعني عمالقه كيما هادوك. انا نظن كان كنا مثلنا الكره السله ضد هذا الفريق بشرف. يعني مستقبلا هل راح ترفع سقف التحدي الى اعلى مستوى باش تنهض بكره السله الجزائريه؟ اول حاجه هي شوف هاد الشبان لازم نتهلاو فيهم ونتلهوا بهم، نلعبوهم الماكسيموم تاع المباريات، لانه بالمباريات اللي راح ينقص لهم هذاك بالك النقص اوني بتتريخ يحسوا روحهم انفيريور. وهذه النقطه يعني ماشي نقول لك انا اول النقاط هي هذه، نتكلم من هذا الجانب مع اللاعبين، لانه ما لازمش نكون عندنا هذاك نقطه الضعف امام فرق اللي ممكن انه ضد فرق غير جيراننا، كما الحين فريق التونسي راهم يشوفوا فيه عملاق في كره السله، درك عندنا 10 سنين كنا نفوزوا عليهم. يعني كل شيء ممكن، المهم انه ننظموا روحنا ونمشيو على للامام. السيد فيد بالتراجع هذا لما يعود هذا التراجع تاع التقهقر تاع كرة السلة الجزائرية في الآونة الأخيرة؟ طبعا أنا مقبل قلت لك باش يكون الرياضة في المستوى لازم كل الجوانب يكونوا، حتى سوسيولوجي حتى وصل اجتماعيا في الجزائر يلعب دور كبير حقيقة. نظن أنه
كل الفرق يبداو يفكروا في هذا الجانب هذا، لانه كيجي يجيك من الفريق تاعو والمدرب تاعو يفكر بهذه الطريقه هذه، يجيك ما محتاج عندي انايا تكون عندي سهوله ونكمل في نفس الخدمه وفي نفس المشروع. وما انا على كل حال متفائل، لانه كما نعاود نولي لك لهذا التربص هذايا، شفت لاعبين عندهم رغبه وهذا هو الاهم، وشبان وحابين يتعلموا وحابين يزيدوا، وبالاحتكاك ان شاء الله انا راح نتحكوا مع الفرق. عندنا زوج مباريات ضد فريق المغربي في تركيا، وعندنا فريق نلعبوا فريق اندر 22 يعني اقل من 22 سنه تركي، فرق تركيا راهي من احسن الفرق في اوروبا. يعني راح نديروا احتكاك كبير. انا مانيش نستنى يعني حاليا مانيش نستنى نتائج فورية في هذا الفريق. عندي برك شوفوا نراهم الناس وين ملاحقه، وهيا نشتغلوا باش نوليو كيما هذا الفريق ان شاء الله. جيد. على ذكر الشقيقة تونس، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. في تونس مثلا حتى في كرة القدم تستطيع أن تذهب أنت وأولادك الصغار وعائلتك لمشاهدة مباراة في كرة القدم. في الجزائر لا نتحدث عن كرة القدم، العدوى انتقلت حتى إلى كرة السلة، أصبح العنف في قاعة كرة السلة. شوف يا أخي، المهم هذا واش راه صاير واللي صار، يعني كاين في أيادي. انت دوك تجي تفكر انه مشكل بين الشركه والفريق وهاد الامور هادي لازم نتخلاو منها، وكاين لي بوليتيسيان ولا ما لعبش انا هما اللي تالي يسوكيب دو سا. نظن انه انا ما عنديش وقت لعبه الجزائر ضد اليوريغواي هنا في 5 جويلية، انا مشيت مع العائله تاعي مع اولادي مع الزوجه تاعي. كيفاش من عندها 5 سنوات ولا 4 سنوات من اللي صار هذا الايريغوي الجزائر الايريغوي كره قدم، ودوك واش صرا في 5 سنين يتبدل عقليات؟ هذه ما يمكنش. احنا لازم نتعاملوا مع الشبان، وخلونا من الشبان وماشي قاريين وقباح ومن هاد الهضره هادي تاع زمان. بالعكس هم عطاونا دروس. انا ما هذا هو الخلاصه تاعي. سيد بلال، بعيدا عن السله نذهب الى كره القدم والى المنتخب الوطني. كان 2019 على الابواب، المجموعه اللي تتواجد فيها الجزائر، السنغال، تنزانيا وغينيا، كيف ترى المجموعه؟ كيفاش نشوف المجموعة؟ أنا نظن مادا بيا نلعب فريق كبير وندير له نعطيه حسابات تاعو، ما نقولش هذا فريق ضعيف، لأنه ما كانش فريق ضعيف الآن في إفريقيا. لأنه لو كان نوليو 2001 في نهرب لك نوليك الكرة السلة، لعبنا في الدور الأول لعبنا أنغولا، لعبنا السنغال، لعبنا الفريق الضعيف هو كان لافريك دو سود، البقيه كلها كان عندنا نيجيريا، كان كلهم فرق كبار في المستوى، كسبنا ربحناهم كلهم، خسرنا بنقطه ضد فريق نيجيريا، وكنا احنا تاهلنا. يعني رايح نلعب فريق قوي، راني مركز 100% ونلعب، وهذا ولا يجيك فريق ماشي معروف كثير ومن بعد يشكل لك مشاكل. نظن انه ان شاء الله حتى نظن انه داعم له ما تعادل وربحوا وقيله مباراه. رام طالعين تصاعديا بعد تعادل وربح، ان شاء الله يطلعوا يتصاعدوا في يطلعوا بروغريسيون في البطولة الإفريقية، لأنه تعمل المباراة مليحة ومن بعدها تنزل، نبدأ متوسط ونطلع.
هذا هو الأهم، خاصة أنه في بدنيا والمدرب لازم يخمم في هذه، وهذه صعيبة أنك توفق فيها. شوف الفريق الوطني لكرة القدم يروح بعيد في هذه الدورة، لما لا؟ لأنه كل شيء ممكن. دور المدرب دور كبير، دور كبير، لأنه كيفاش يتكلم معاهم، كيفاش يحفز، كيفاش، وحتى من برا كيفاش يغلق على الفريق، كيفاش يحمي الفريق، كيفاش. ونظن انه هذا المدرب يقدر يمد حاجه كبيره، لانه احترافي ولعب كمحترف وخدم مدرب كمحترف. نظن انه والشيء اللي يعني اللي لازم يكون عند المدرب هي شخصيه، وهذا المدرب عنده شخصيه، متعب شخصيه، عنده شخصيه. سيد فايد بلال، الاولاد تاعك يمارسوا رياضه كره السله، انت خيرت لهم ولا لو كان خيروا رياضه اخرى تخليهم ولا كنت تفرض عليهم كره السله؟ لا، درت لهم، داروا رياضه قبل ما اختاروا كره السله، خداو داروا المبارزه لرياضه، بالك المينيستر الحالي المبارزه وهو صديقنا، داروا سباحه، بديت لهم يعني واحد لي سبور اللي ما واحد يكون يقول كيفاش الاب تاعهم كره السله، وما من بعد داروا رجعوا للوالد تاعهم. بالك انت كنت تمهد لهم باش تديهم كره السله بهذه الرياضات. والله يا اخي انا حبيت يمارسوا رياضه، لازم يمارسوا رياضه، ولكن اللي يحبوها هما، لانه ما نقدروش نمارسوا رياضه ونمارسوها كما ينبغي وما نحبوهاش. نعم اكيد، ولكن الان ولاو يحبوا كثير كره السله، هذه ولات لي مشكله. راح يخلفوك ولا ربما يكونوا احسن منك. عندهم مستوى والحمد لله. لا لا باس، نتمنى لهم التوفيق. بعيدا عن الرياضه، السيد فايد بلال اين يقضي اوقات فراغه؟ واش نقول لك، انا مع اولادي، لانه ما تنساش انه كي نخرج للخارج وعلى العمل تاعي كمدرب، هذه اولادي صغار يعني ما يسمحليش انه ناخذهم معايا، يعني كي ندخل نفرغ كل وقتي مع الاولاد تاعي، ونحاول نخلف الوقت هذاك الضائع. سيد فايد بلال، سؤال خاص نوعا ما، اي في يوم درت قرار وندمت عليه؟ ما نظنش انه خديت قرار وندمت عليه 100%، لانه حتى ولو غلط ما عنديش مشكل انه نسترجع انا ونعاود نرجع الامور ديالي، لانه نعطيك انا غير فكره، وحتى اللاعبين ديالي اللي كانوا في المنتخب ولا في الفريق المجمع ولا في الاخر في الخارج، يعني اذا غلطت مع لاعب وبلك صرخت عليه ولا، نمشي للدار نفكر فيها، ولا لقيت نفسي انا غلط في حقه، صدقني غدوه التدريب اللي جاي ندور كاع اللاعبين ونطلب منه السماح كما يقولوا، لانه كما نحب انا ما يغلطش اللاعب من جهتي، اذا غلط انا من جهته ونطلب يعني المغفره قدام اللاعبين تاعو، كما يعني ممكن انه كما يقولوا بالعربيه وبخته ولا ما نعرف، نعاود نطلب اللي عنده الشجاعه يطلب السماح من انسان غلط معه، هذه قمه الاخلاق، وهذه اللي تكون عنده شخصيه قويه. سيد فايد بلال، قل لنا كلمه لقناه الهوكار وجمهور مشاهدي قناه الهوكار. على كل حال، انا ملي رجعت على راس المنتخب، انا تشرفت بمعرفتكم انتم كصحفي، حتى اللي معك في يعاونوك في الكاميرامان وكل شيء، لان الشرف يعود لينا احنا. نقول لك علاش، ماشي مجامله، لانه انا اللي يفكر فيا ويفكر في الرياضه تاعي انا، ويتعامل معايا باحترافيه، انا معاه محترف، لي 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 نقطه بعيده
اللي يعطيني قيمة نعطيه قيمة، نحاول نرد له هذيك القيمة بأكثر من. وهذا واجب تاعنا، وهذا السجل بالمارس تاعك هو اللي يتحدث عنك كمدرب محترف. شكرا على سعة صدرك. سيدتي سادتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية عدد اليوم من برنامج النبض ورياضة. الشكر موصول للفرقة التقنية العاملة معي وعلى رأسها مدير التصوير ياسع ميروش، بلال وجليل. شكرا والسلام عليكم.